هم يسخرون ويستهزئون ثم نتحدث نحن عن سماحة الإسلام. هم يسخرون ويستهزئون ونحن نتحدث عن سماحة الإسلام. يا أمة محمد، يا أمة محمد، يا أمة سيد ولد آدم نبيكم يوحى، فماذا أنتم فاعلون؟ والله لا خير فينا، والله لا خير فينا إن مرت هذه القضية بسلام. وأمة لا تستطيع أن تدافع عن قائدها، لا تستحق أن تنتصر على أعدائها. فمن لأعداء الله اليوم؟ من لهم؟ وخير لنا أن نسير في الطرقات ونرتدي الحمار كالنساء، ولا أن يضحك علينا المخلفون من الغرب ويقولون نحن نعبر عن آرائنا بمصداق الحرية. ما سمعنا أنهم استهزأوا بيهود أو قنداس، بل أصبح عباد البقر أرجلوا بالنار. أين صدقنا؟ أين صدق محمدنا؟ أين مواقف الحكومات الإسلامية؟ وأين مواقف أمة المليار؟ يا أمة محمد، يا أمة محمد، يا أمة سيد ولد آدم نبيكم يوحى، يا أمة محمد، يا أمة محمد، يا أمة سيد ولد آدم نبيكم يوحى. Thank you.